يا سعيد حرام عليك صحتك. هو من الغلب يا رباب، يعني هعمل ايه يعني؟ ده انت دكتور وعارف اللي فيها. طيب ان شاء الله هقلل منها، هقلل. امتى بس؟ ده انت من يوم ما اتجوزت انت بتقول الكلام ده. طيب بقى يا رباب. طيب ده عرفان. ايوه عرفان. اه قاعدين. انت فين يا حبيبي؟ طالع. طب يلا يا رب خير. ان شاء الله خير، اصل عرفان مشغول مش فاضي يهرش، ما دام جاي يبقى في حاجه هيقولها. يا رب. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عرفان؟ ازيك يا سعيد؟ منور. اتفضل. انا كنت معدي من تحت البيت، قلت لو صاحيين اطلع. واحنا بننام من ساعه الفلوس ما راحت. ما هو ده الموضوع اللي انا كنت جاي لك عشانه. خير يا عرفان؟ عرفت حاجه؟ عارف مين اللي اشترى المبنى اللي دفعت فلوسك فيه؟ مين يا عرفان؟ صاحب المستوصف اللي انت بتشتغل عنده. عشماوي؟ ايوه عشماوي، واسمه بالكامل معايا اهو، عشماوي فرج الله عشماوي ابن ال. اهدى اهدى يا سعيد، خلينا نفهم. طب يعرفين الراجل الاولاني راح فين؟ نصب على شويه زي جوزك كدوت وباع كل اللي عنده وهرب بره مصر. يا نهار اسود، وفلوسنا.
عشماوي طبعا ملزم بيهم. ده موضوع تحله معاه بنفسك، انا عملت اللي عليا وعرفتك كل اللي انت عايزه. يلا انت رايح فين؟ تعبان ولازم امشي. وهتسيبنا كده؟ عايزاني اعمل لكم ايه تاني؟ لا والنبي تروح مع العشماوي ده؟ اروح اقول له ايه يا رباب؟ الراجل قانونا ان انتوا مالكوش عنده حاجه. ازاي الكلام ده عرفان؟ هي دي الحقيقه. عشان خاطري يا عرفان، انت لو ما رحتش معايا مش هنطول ولا مليم. عشان خاطري يا باشا، زيارتك على دماغي من فوق وانا مقدرها، بس برضو ما يرضكش يا باشا ان انا ادفع فلوس ما خدتهاش. طيب دخل الدكتور سعيد معاك ولو بنسبه. هو عارف ان انا ما بحبش اشارك حد. ايوه بس المره دي الظرف مختلف، وانت ما يرضكش الراجل يخسر كل فلوسه ويتنصب عليه. وجيه طبعا اللي عرفك على النصاب ده مش كده؟ وجيه مالوش اي دعوه بالموضوع، انا عرفت من بره ورحت خلصت. ده عليا انا الكلام ده؟ اهدى بس يا سعيد، احنا مش فاهمين دلوقتي اللي عرفه عليه. قول له يا باشا هو دايما كده حامي وبيتخلى على البشر كلها، انت ما تطلعش ليه زي نسيبك هادي ومتفاهم. بس يا عشماوي انت بس احترم نفسك والزم حدودك. اهدى يا سعيد، خلينا نلاقي حل. قلت ايه يا عشماوي؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يا باشا اكراما ليك ولجنتلتك انا هدفع نص المبلغ. نعم. استنى بس يا سعيد، كمل يا عشماوي. 10 بواكي في الشهر. انت كمان هتقسطهم لي؟ طب وانا قلت لك عشان خاطري تدي له 25,000 دلوقتي و5,000 كل شهر. يا باشا ما انت عارف في السوق تعبان عشماوي. طب والله يا باشا ما رجع لك كلمه، نقرا الفاتحه. عارفين فتحه ايه؟ انا مش موافق. يا عم اقرا الفاتحه وخلاص، خد حتى بركتها يا ساتر. اسمع كلامي يا سعيد، اللي حصل ده معجزه. والراجل ده عايز منك حاجة عشان كده هيدفع. هيعوز ايه يعني؟ مش عارف، جايز يكون عمل لنا خاطر ومفكر ان انا ممكن اضايقه، مع ان انا بيني وبينك لا اقدر اضايقه ولا في نيتي اساسا. ليه يا عرفان؟ الراجل ما عملش حاجة يا سعيد، اشترى من واحد نصب عليك، ورقه كله سليم وعقده سليم. احمد ربنا انها جت على قد كده وما تتصرفش من دماغك تاني. يعني ايه بقى؟ ال 50,000 جنيه راحت عليا؟ محدش بيتعلم ببلاش يا دكتور، محدش بيتعلم ببلاش. يلا اطلع بقى عشان انا واقع من التعب. شكر جدا ان تعبتك معايا. ولا يهمك، سلم لي على رباب. واطلع بقى عشان تستلقى وعدك منها، يلا تصبح على خير. انت من اهل. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. خلقت لي نفسا فارصدتها للحزن والبلوى وهذا الشقاء. فمن بنفس لم يشبها الأسى لعلها تعرف طعم الهناء. البيتين الرائعين دول كتبهم الشاعر المصري العربي الكبير حافظ إبراهيم الملقب ب، حد يعرف؟ قول يا أشرف. شاعر النيل. أحسنت يا أشرف. كتب إيه كمان؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ مصر تتحدث عن نفسها. مصر تتحدث عن نفسها. طب حد يحافظ منها حاجة؟ أنا عشان بغنيها في الكورال. طب ما تسمعينا منها حاجة أجمل. احنا لازم نخرج عشان. اقعد يا عبد الرحمن، اقعدوا كلكم. غني يا نبي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. الله 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 على صوتك يا رامي. يا أجل الكرام وجها وجاها وأبر الورى حفيدا وجدا وكبير الحياة في العصر والعالي فيه فلا أرى لك ندا. البيتين دول كتبهم أمير الشعراء أحمد شوقي، وبالمقارنة هنلاقي اختلاف بين الشاعرين الكبيرين رغم جمال كل واحد فيهم، إلا أنه في اختلاف في الموضوعات. حافظ إبراهيم بيتكلم عن الشقاء والبلوى، أما شوقي فبيمدح الخدير إسماعيل. ده نابع من إيه؟ حد يعرف؟ ركز معايا اللي في الآخر. ده نابع من اختلاف البيئة والمنشأ. حافظ ابراهيم اتربى في بيئه شعبيه مصريه خالصه، كان فقير ويتيم
عشان كده شعره كان حميم قريب من الناس ومعاناتهم. اما شوقي بيه فتربى في القصور الملكيه وسط مصريين واتراك من الزوات وعيله القوم، عشان كده مفردات شعره وموضوعاته كمان متاثره بالجو ده. ومين فيهم كان احسن من التاني يا استاذ؟ الشعر ما فيهوش احسن يا محمد، الشعر يختلف باختلاف المتلقي، والفن في العموم كله كده. امال اللي سموه احمد شوقي امير الشعراء؟ مع الاحترام الكبير لعظمه شوقي كشاعر، الا انه ده موضوع الاعلام. زي ما انتوا عارفين الاعلام بينحاز للشاعر اللي اتربى في القصور الملكيه اكتر ما ينحاز للشاعر اللي اتربى وسط الناس وعكس معاناته، لان التاريخ بيكتبوه اللي فوق مش اللي تحت. نكمل الدرس الجاي. يا مار، هي الست اتأخرت ليه؟ يمكن بتتقل يا باشا. لا بقولك ايه، انا مش عايز هزار، اوعي تكوني فهمتيها حاجه غلط، العلاقه اللي بينا تكون مجرد شغل وبس. يا باشا هو انا جايبه واحده من الشارع؟ دي ست محترمه ودلوقتي تشوفها. هنشوف. اكيد هي اللي جت بره. اتفضلي يا طنط. اهلا اهلا يا جلال هاني. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ انا سهل، شرفتينا. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. هنفضل ساكتين كده يا استاذ نصحي؟ انا تلات ارباع الولاد اللي عندي حولوا على المجموعات بتاعه المدرسه. انا مش عارف اعمل ايه، ولا قسط العربيه ولا قسط الشقه ولا مصاريف العيال. ما تروحوا تشحطوا قدام جامعه السيده زينب احسن، ما تروحوا تعيطوا في بيوتكم بقى. الله، مش انت الزعيم؟ زعيم؟ افضل قول للزعيم الزعيم الزعيم. صدرني كده في وش المدفع، ما انا الشرير بتاع الفيلم محمود المليجي، وانتوا تقفوا قدامه تبقوا فاتن حمامه في فيلم اليتيمتين. يعني ايه؟ سلمت خلاص؟ نروح هات لنا شاي وبسكوت. يلا اجري اجري. والشاي ده بقى على حسابي ولا على حسابك؟ يعني عايزنا نطلب لك شاي وبسكوت وافكر واحاسب. خلاص على حسابي وامري لله. الحقيقه انا ماليش في البيزنس خالص، ابني الوحيد عايش في كندا بقاله 10 سنين وما عندوش نية الرجوع. وحضرتك بقى اشتغلتي قبل كده؟ زمان قوي، انا كل وقتي في الانشطه الخيريه، نوادي الروتري، الانشطه الاجتماعيه. وعلى كده بقى عايشه لوحدك؟ بقالي سنتين وقت ما المرحوم اتوفى الله يرحمه. وحضرتك بقى متخيله شكل الشراكه اللي بينا ممكن يبقى عامل ازاي؟ انا عندي فلوس عاوز اشغلها، وحضرتك برضه فلوسك على فلوسي، والنسبه اللي هتحددها نظير ادارتك وخبرتك. لا تمام، fair enough. أستاذ فؤاد عندك الحصة الجاية؟ لا، اللي بعدها. يعني هتعزمني على قهوة عندك وبالمرة نسمع الشرايط اللي دلال جابتها. يخرب بيتك، وأنت عرفت منين؟ لا لا لا، أنت لك يوم معايا. الست عملت كل حاجة علشان تحن، وقفت الدروس الخصوصية، وعدت نصح اللي كانت مشاركاه، تعمل إيه أكتر من كده؟ طب بقول لك إيه؟ بتتجوزها أنت، ما إحنا الحال من بعض. بس هي بتحب مدرس عربي مش مدرس كيمياء. طب غير الموضوع بدل ما أقلب عليك وقول لي، نصحي أخباره إيه؟ الشيخ عبد العليم بيقول لك لو مش مبسوط ممكن ينقلك جامعة تاني. لا، أنا خلاص اتعودت على الناس وبقى ليا زبون. الحمد لله على الرزق الحلال. الحمد لله. ممكن بس تخليك هنا 5 دقايق بس اخش الحمام؟ اتفضل يا مصطفى. هو مصطفى راح فين؟ راح الحمام. طب كويس، عشان كنت عايزك في كلمتين. اتفضل يا عم بدر. كنت عايز اجي اقابل الحاجه رحمه في البيت في وجودك طبعا. ليه يا اخي؟ جايز اقدر اقنعها بموضوع الجواز الذي حلله الله لنا وحتى نعصمها من الفتنه. وانا قلت لها وما وافقتش يا عم بدر. يا سيدي اديني فرصه، جايز اقدر اقنعها، ولا انت مش عايز تستقبلني في بيتك؟ لا لا لا، ازاي بس يا عم بدر؟ بيتي هو بيتك، بس ممكن تديني فرصه اسالها؟ مع انك انت المسؤول عنها، لكن اسالها.
يعني راحتي تجربة مهمة وكان لازم أقف معاها، يمكن تنجح زيها زي أعمال الخير اللي بنعملها مع الحاجة دعاء. ما هو إحنا يا آيات دايماً لازم نسعى في الخير. ونجحت التجربة؟ معرفش، المهم إن أنا شاركت. ربنا يسامحك يا رحمة، بجد ربنا يسامحك. بقى آيات عشرة عمرك تضحكي عليها؟ أضحك عليكي إزاي يعني؟ يعني أنت بجد روحتي عشان التجربة؟ آه. طب وصاحب التجربة؟ خلينا نتكلم بجد، بتهيالي إن المشاعر مش غلط ولا عيب ولا لينا يد فيها. وبعدين يا رحمة أستاذ ياسين حد محترم جدا ومش صغير علشان يراهق، ومن اللي بيعمله في المدرسة ومحاولاته دايما مع الولاد إنهم عايز يساعدهم بتدل بقى إن إحنا بصراحة كده قدام عريس لقطة. عريس إيه يا أم عقل طاقي إنتي؟ هو أي نعم النغمة في الإيميلات الأخيرة متغيرة شوية، بس هو الراجل والله العظيم لا قال ولا فكر، وأنا كمان الموضوع ده مش على بالي خالص. بينه بس جالي آيات في وقت أنا محتاجة أتكلم فيه مع حد. رحمة أنا مش مصدقاكي. قصدك إيه يعني يا آيات؟ إن أنا بكذب عليكي؟ لا، أنتي ما بتكذبيش عليا، بس بتكذبي على روحك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن، إزيك عامل إيه؟ شايفة؟ خلاص بقى يا رحمة مش وقته. بقول لك ايه، انتي اهم حاجة تتلفتي لمستقبلك وبس، محدش هينفعك. انا هروح بقى. وبعدين معاك يا عبد الرحمن. انا عملت حاجة تاني؟ إسلامك بيقولك لما يبقى عندك ضيوف ترحب بيهم وتعاملهم كويس وتبتسم في وشهم. ابتسامتك دي صدقة. قلت السلام عليكم ودي تحية الإسلام، وما أقدرش ابتسم في وش واحدة متبرجة. متبرجة؟ يا ابني دي محجبة. مش كفاية. يعني إيه؟ يعني تديها الشريط ده تسمع الشيخ محمد حسن عشان تعرف لبس المرأة المسلمة. عبد الرحمن، علماء الدين ما اتفقوش على رأي واحد في الموضوع ده، فأنا رأيي بقى أن أنت تخليك في حالك وتسيب ربنا هو اللي يحاسب عباده. وأنا ما عملتش أكتر من كده، لا كلمتها ولا نصحتها، غضيت بصري ودخلت أوضتي. أنا بجد نفسي أعرف أنت ليه كل ما ده بتتغير. ده كلامك ولا كلام حد تاني؟ حد تاني زي مين بس؟ عموماً أنا مش بحب الست دي، عشان لو كانت بتحبك ما كانتش وافقت. كلمة كمان ومش هتكلم معاك تاني، فاهم؟ وبأسأل الشيوخ اللي بتقعد معاهم إيه حكم الإسلام في معاملة الولد لأمه بالشكل ده؟ أنا آسف، تزعليش مني. حبيبي أنا خايفة عليك. من إيه بس؟ حاسة إنك مش عبودي، الواد الملتزم الهادي المطيع اللي بيسمع كلام ماما. وأنا كمان خايف عليكي، عشان كده هطلب منك طلب. أطلب يا حبيبي، عايز إيه؟ تقابلي الشيخ بدر في حضوري. بدر تاني؟ هتخسري ايه بس؟ هخسر كتير، ده راجل ما عندوش دم، اتقدم لي 11 مرة، وقلت له لا 11 مرة، لو كان عنده شوية كرامة كان نسي. ولو قلت لك عشان خاطري؟ حاضر، حاضر يا عبد الرحمن، هقابله عشان خاطرك. يظهر كان عندك حق لما حذرتني من اللي بيقابلهم عبد الرحمن، وإنه فعلاً محتاج وقفة. حاسة إن الولد بقى مختلف، وانفعالاته كلها بقت زيادة. في الخصام والصلح والحزن والفرح، أنا حاسة بالعجز، مش قادرة أفهم. انصحني أعمل إيه؟ أنت تعرفي كل أصحابه ومعارفه؟ مش كلهم. اللي تعرفيهم؟ تعرفي أهاليهم؟ لا. تعرفي بيقرأ إيه؟ بيتكلم مع مين على الشات؟ برضو لا. اسمعيني يا رحمة، هقولك من تاني الكلام اللي زعلتي منه عشان قلته قبل كده. في سن عبد الرحمن الحرج ده، المواجهة في الخطأ شيء مهم، لازم يبقى في شوية شدة وعقاب لما يغلط. انتي أم ومن حقك وواجبك تحميه وتراقبيه وتعرفي عنه كل حاجة، حتى تشدده في الدين مسؤوليتك. ناقشي وراجعي مفاهيمه، كلنا محتاجين من وقت للتاني نراجع مفاهيمنا، حتى انتي. خدي بالك ان عبد الرحمن ابن البيئة اللي تربى فيها،
وكل اللي عمله لغاية دلوقتي بسيط ومقدور عليه. الخوف كله من اللي جاي. أنا دايما حكون موجود لو كنت محتاجة مني أي حاجة. واضح إنك مجهدة، مش عايز أطول عليك أكتر من كده. ياسين. بقول لك بحبك، مش عايز تقول لي حاجة. يا ريم لو كنت بتحبيني ما كنتيش عملتي اللي عملتيه. عملت ايه بس يا حسام؟ مش انت طول عمرك شايفني موهوبة ولازم ابقى ممثلة كبيرة ونجمة؟ وبعدين انا اكتشافك. هو انت قلتيها بنفسك، انا اللي اكتشفتك. طيب ما عشان انت اللي اكتشفتني كان لازم تقف جنبي وتساعدني وتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. وانت كنتي هتسمعي الكلام؟ اه طبعا كنت هسمع الكلام، بس لو ما كنتش رحت قلت لعرفان وخليته يطير مني الاعلان الاولاني. ده كان لمصلحتك. لو كان لمصلحتي فعلا كنت جيت الاول وخدت رايي، واللي هو دلوقتي عرفان بقى حبيبي كنت ركنت اعرفه. لا حبيبي ولا عدوي، بس هو على الاقل له كلمه عليكي، وللاسف انا اللي جوزك ماليش. يا سلام، ليه يعني؟ انت مش عارف انا بحبك قد ايه؟ وبعدين يا حسام انا حاربت الناس كلها عشان نبقى مع بعض. انا بجد محتاجه لك يا حسام. لا انت محتاجه مدير اعمال. ما تبطل بواخ بقى يا اخي. بقول لك ايه، انا هقوم اغير هدومي واعمل لك طبق نجرسكو عمر ما اختك عملته. عملته ايه؟ دي حتى عمرها ما شافته. ايوه بقى فكها. حبي. كل يوم افتح الايميل يمكن يبعتولي، بس واضح ان بنات كتير قوي يتقدموا. لا يا بنتي، ده كان هيتجنن عليا. عارفه انا بس مشكلتي هقول الموضوع ده ازاي لابويا. لا 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 لا، امي سهله، انما الباشا بقى الكبير غلاسة اخر حاجة. ايه؟ املي كله في عمتي ريم وعمو ياسين قلتين. لا ده عمي الكبير وبابا ما بيقدرش يرد له كلمة. القناة دي بداية، انما التمثيل هو الموضوع. ما كانش ينفع اول فيلم لعمتي ريم تاخدني معاها، بس عموما انا مش محتاجاها، انا عارف اوصل لوحدي. ايه اللي انت عماله تنيليه على وشك ده؟ عملت مكيجي؟ ما تحترمي نفسك. منى على التليفون يا ماما. وكمان بتتمكيجي ومنى على التليفون. هاتي هاتي. هو ايه اللي ايه؟ هاتي هاتي. الو. ايوه يا منى. منى على فكره ما ينفعش كده يا منى، خمس ساعات في التليفون قاعدين بترغوا. طب هتذاكري امتى انت وهي يا بنتي؟ لا معلش يا منى، تصبحي على خير. ايه ده اللي عملتيه ده؟ تصبحي على خير، مع السلامة. لو ما لميتيش نفسك كده هحطها أدهسها برجلي. يا يا عابد، فكرتني بأيام زمان، أيام الخطوبة وفترة الجواز الأولانية، لما كنت بتدلعني وتجيب لي ورد وهدايا، يعني أيام لما كنت بتحبني وبتغير عليا. أولاً أنا بحبك أكتر من زمان. يا كذاب. طب والله ما بكذب. ثانياً بقى لسه بغير عليكي أكتر من الأول مليون مرة، وخلي أي راجل من الموجودين دول يطول بصيته عليكي شوية، شوفي عامل لك فيه. لا 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 بلاش، طيب أحسن. بس قولي بقى، إيه مناسبة العشاء ده النهاردة؟ من غير مناسبة. أنا قلت أنت الصبح على طول في الشغل وبالليل قاعدة مع الولد، ما تلحقيش تاخدي نفسك. قلت نخرج شوية ونغير جو. طب موضوع تجار الأقاليم ده ما جابش نتيجة صح؟ والله يا مريم لو إني مش عايز أتكلم في الشغل، بس مفيش غيرك بقى فضفض معايا. أنا فعلاً مخنوق والحالة بايظة على الآخر. يا ساتر. بقول لك إيه؟ ما تيجي نتكلم في حاجة تانية، مش هنضيع بقى الجو الرومانسي والمزيكا الشيك دي على الحاج متولي والمعلم بدير. عندك حق. قولي لي بقى اخبار الاثار ايه؟ والله التجربه بتاعت مدينه الاقصر عامله حاله نشاط في قطاع الاثار بحاله. عارف يا عابد؟ يا عيون عابد. عارف البلد دي محتاجه ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ مثل وقدوه تخلق حاله ايجابيه تعدي كل الناس وتطلع احلى ما فيها. والله دي فكره هايله. تحب اخد الاوردر دلوقتي يا فندم؟ والله احنا حتى نسينا نبص في المنيو. اتفضل تاكلي يا حبيبتي. اشوف.
Let me see what's been his like on Jupiter and Mars. Hello. أيوة يا ماما، هتيجي إمتى؟ 10 دقايق؟ طب متأخريش عشان أنا جعانة قوي. ماشي، باي. الو، ايوه منى، عارفه مين اللي بعتلي؟ القناه. ما رضيتش افتح الايميل غير وانت معايا على التليفون. منى خليكي معايا كده. وحشتيني يا حبيبتي. مالك وينك مخطوف كده ليه؟ ازاي يا ماما، انا كويسه مفيش حاجه. هو انت ما فطرتيش؟ لا. انا مش 100 مره قايله لك لازم تاكلي تفاح، تشربي عصير، اي حاجه تشغلي بيها معدتك. ينفع كده؟ بصي رولك عامل ازاي. ماشي. طب يلا عشان احضر الغدا بقى مع بعض. معلش حضري انت يا ماما، انا هلكانه من التعب. هلكانه من التعب؟ طب وانا يعني اللي كنت نايمه متبغدده وقايمه احضر الغدا؟ ما انا بشتغل من صباحيه ربنا برضو. عشان خاطري يا ماما، وبعدين انا ماليش نفسي اكل كمان. يا بنتي مالك فيكي ايه؟ انت وشك متغير ليه كده؟ مفيش حاجه يا ماما، نفسي اتسدت. يا مش تغدي معايا؟ مش عايزه يا ماما. يو ان شاء الله عنك ما طفحتي من غير يو. هل حدث جديد في علاقتك بعبد الرحمن؟ هل ذهبت حيث يذهب؟ لا تعلمين كم يشغلني الامر، ولا تطيلي علي الانتظار يا رحمه، وكوني رحيمه بي. الله، هل تعلمين عبقرية من أسماك بهذا الاسم؟ إنه فيض من الإنسيابية والرقة، كأنه موسيقى تثير شجنا نبيلا يهزني. شيئان في حياتي الآن يسعدني أني أرعاهما، الورد الذي أسقيه وحياتك وما فيها. فهل أطمع بعد أن تهدأ مخاوفك ومخاوفي على عبد الرحمن أن تقولي لي من هي رحمة؟ طممتك. ما قدرش يا منى، ما قدرش، وفي الغالب برضه هتقوله. أنا مش عارفة إزاي عملت كده في نفسي. بطلي عياط عشان نعرف نفكر. أروح لعياط له جايز أصعب عليه وينساني خالص. إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ بقى اللي يعمل كده واللي راكب السور بالطريقه دي هتصعبي عليه. مش عارفه افكر يا منى، انقذيني ارجوكي. بس وطي صوتك علشان مامتك ما تسمعناش وتدخل علينا. ما انا قافله الباب من المفتاح. بصي خدي سلسلتي بعيها وشوفي هتجيب كيف وبس هلفين البيت. طب لو سالوك عليها هتقولي لهم ايه؟ هتصرف ساعتها. ايوه مين؟ افتحي عشان العصير والكيك. ملناش نفس يا ماما. مش عشانك يا رخيل، عشان صاحبتك. ماشي يا ماما،
بقيت كمان في بس حاضر حافل الباب يلا تعدي دلوقتي تبيع السلسلة وتديني فلوس بكرة في المدرسة وهتبعتيهم ازاي للحيوان ده؟ هوديهم له انت مجنونة ما هو طالب كده وبعدين انا لما روحت المرة اللي فاتت كان في ناس كتير اقول لك ما تيجي معايا خلاص اوكي حاجة معاكي بصي ونقول ان احنا رايحين ناخد مراجعة في اي سنتر طيب اوكي ربنا يسترها بقى من ابوي يا رب الحق المطلق هو العدل الالهي من منا لا تعفو نفسه الى سيرة الصحابة والاولين ورسول الله صلى الله عليه وسلم من منا لا يتوق أن يمشي في شعاب مكة ويسير في طرقات المدينة كان هذا هو حال المسلمين آنذاك أناس لا يشغلهم شيء سوى الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين من منا لا تهفو نفسه أن يحارب في بدر وأن يحفر الخندق وأن يدافع عن دين الله كان هذا حال المسلمين وقتها فانظروا حال المسلمين آنذاك وبين حال المسلمين اليوم بين القوة والمنعة والضعف والهوان لقد هن على أنفسنا فاستباحونا وأذلونا وكان حكامنا هم المخلب الذي نشبوه في رقابنا لذلك حلال علينا أموالهم وينبغي أن نقاومهم وهذا هو مبدأ الاستحلال الذي أقر به علماء أفاضل لم تستعبدهم السلطة ولم تستعبدهم شهوات المال ولم يستعبدهم عرض الدنيا الزائل فإذا أردتم أن تقرأوا لتستفيدوا وتعلموا أن ما تفعلونه حق فعليكم بقراءة كتب أبو الأعلى المودودي وأبو مصعب السوري أنا أستطيع أن أحضر لكم هذه الكتب لكني أفضل أن تقرأوها على النت وسأعطيكم الموقع الإلكتروني عنوان الموقع الإلكتروني عفانا الله من هذه الألفاظ عفانا الله وتقرؤوها بعناية لماذا الموقع الإلكتروني عفانا الله على النت حتى إذا هجمكم أحد من أمن الدولة لم يجدوا عندكم أي دليل وفقنا الله وإياكم لنصرة الحق ولنصرة الإسلام ولنصرة المسلمين آمين 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 والآن بعد أن انتهى الدرس أنتم لاحظتم وجود وجوه جديدة بيننا ياريت كل واحد يعرف نفسه ومجال دراسته علشان انتوا تشتغلوا سوا أبو عمر معيد في معهد التربية الرياضية ومدرب تايكوندو أبو صالح بكالوريوس هندسة قسم إلكترونيات أبو بكر بكالوريوس علوم قسم كيمياء أبو ياسر دكتوراه في الحاسب الآلي أبو فاضل بكالوريوس هندسة قسم عمارة أبو بكر وأبو عمر وأبو ياسر وأبو صالح وأبو فاضل دول أمراءكم اللي هيبقوا مسؤولين عنكم مسؤولين ان هم يبلغوكوا الخطط اللي هتتنفذ هتتنفذ ازاي وايه الهدف منها وكمان هيبلغوكوا باماكن الاجتماعات وهيبلغوكوا باماكن التدريبات وممنوع ممنوع ان اي حد يعرف ايه اللي دار بيننا وبين بعض حتى لو كان من اقرب الاقربين ليكم مفهوم مفهوم يا مولانا مفهوم مفهوم يا مولانا الحمد لله الاجتماعات مش هتبقى هنا علشان المراقبة والتقارير هتوصلني من الأمراء أول بأول أوصيكم بطاعتهم وأوصي الجميع ونفسي بطاعة الله كويس أوي إنك عرفتي تتصرف في الفلوس يا خديجة والله أنا بعت ذهب واستلفت فلوس من واحدة صاحبتي وليه كل ده؟ أنت مش بتقولي إن بابا بيزنس مان؟ ما تقولي له ما ينفعش ده كان يموتني هو حضرتك عايزي بالظبط انا خلاص مش عايزه اشتغل في القناه انا ما اقدرش استنى موابك طيب ممكن من فضلك تمسح الصور دي بقى طب مش لما اشبع منك ما انت راجع راجع بس كفايه خديجه كفايه
بعيد علي الحيوان. ما انت بتقولي نطشتي على وشه. انا خايفه منه قوي. في حاجه يا نساء؟ لا ما فيش حاجه، اصلها تعبانه بس شويه. بتحبي تعملي مكالمة تليفون ولا حاجة لك؟ متشكرين، احنا معانا تليفون، وبعدين هي مروحة دلوقتي. بتحبي اجيب لك شوية مية؟ لا شكرا. اتفضلي منديل. متشكرين يا اسطى. I am gonna get to the truth. Why are you trying to get our attention? I don't know. We just got mine. مساء الخير يا ماما. خديجة، بقول لك ايه يا حبيبتي، تعالي اتفرجي معايا على الحلقة دي، هتعجبك قوي. هشوفها بكرة في القعدة يا ماما عشان تعبانة. طب تعالي انا عايزة اتكلم معاكي شوية. يوه يا ماما في ايه بس؟ نعم يا ماما. نعم. خديجة، هو انت عندك مشكلة او في حد مضايقك وانت مش عايزة تقولي لي؟ يا ماما ولا مشاكل ولا اي حاجة خالص. امال انت ليه متغيرة اليومين دول؟ عادي يا ماما، يعني مفيش حاجة. هو انا يعني مش عارفاكي، بس تعبانه شويه. طب توعديني يا خديجه ان لو في حاجه هنتكلم مع بعض وهنبقى صراحة مع بعض. حاضر يا ماما، حاضر. طيب خشي انت اوضتك دلوقتي وانا هحضر لك العشاء واجيبه لك لحد السرير. ماشي. حاولت اعرف عبد الرحمن بيروح فين بعد الصلاه بس ما عرفتش بصراحه. خايفه اصطدم معاه تاني بعد ما اتصالحنا. هحاول ألاقي فرصة تانية ويمكن أنجح فيها. سألتني أنا مين؟ بعد الثانوية العامة قررت أدرس فلسفة، والحقيقة أنه محدش شجعني من العيلة إلا خالي. اتفتح قصادي عالم هيجل وكانت والوجودية، وفي رحلة من رحلات الجامعة اتعرفت على جوزي عبد الله رحمة الله عليه. وقتها كنا لسه شباب عادي وما كناش اهتدينا. عفوا يا رحمة، مش فاهم يعني إيه ما كناش اهتدينا. يعني ما كناش فاهمين صحيح الإسلام. في رأيي المتواضع صحيح الإسلام هو الفطرة السليمة، الصدق والأمانة ومعرفة معايير الشرف والتعامل بيها. بالطبع أنا ما بتكلمش عن الأركان الأساسية. أيوة، بس في حاجات كتير ما كناش نعرفها، أبسطها مثلا نلبس إيه. آه فهمت. طب كملي يا رحمة ولينا كلام في الموضوع ده بعدين. يا عرفان ما تسيب الجنان وتقعد معانا شويه، واحنا بنقعد معاك ولا بنشوفك؟ حاضر يا ستي. وبعدين اللي بيتكتب في الجرايد كل يوم هو مفيش حاجه بتجد. ده بالنسبه لك انت، انما بالنسبه لي خلاص. يا عرفان خلاص، والله العظيم انا اسف، انا اسف. كمل قرايه الجرنان. اخبار المذاكره ايه يا سي عمر؟ هو مفيش غير السؤال ده يا سي بابا. ما شاء الله، الواد طالع زي ابوه بالظبط، حته منه الرد برده. عايزني اسالك في ايه يا سي عمر؟ في مكتب الاستيراد بتاعك ولا في سياسه الدوله؟ مش لازم، اسالني عن الكوره مثلا. لا دي بقى تتكلم فيها مع اصحابك. يا دودو مالك سرحانه في ايه؟ مفيش حاجه يا بابا، عيد يعني. اخبار مدرستك ايه؟ الحمد لله يا بابا. يعني مش متعود اشوفك عقله كده. مالها يا اخويا بنتك؟ بنتك ست العاقلين كلهم، هو في بنت في العماره زيها؟ أمال السلسلة بتاعتك فين يا حبيبتي؟ وديتها عند السايغ عشان تتصلح، كانت اتقطعت، والقفل كمان كان عايز يتظبط. يلا يا ولاد بقى خلصوا أكلوكم، هنفضل الساعة نفطر ولا إيه؟ وأنا عايزة ألحق ألبس عشان ميعاد البنك. خدوني معاك. خديجة، قومي. ايه يا ماما بس؟ قومي يا خديجة، عايزاكي. في ايه يا ماما؟ في حد يعمل كده؟ انا عايزة انام.
ومين اللي عايزه اتكلم معاكي؟ نعم يا ماما. نعم نعم. الله عليكي يا حبيبتي، انا عايزه اعرف الحقيقه. حقيقتي ايه؟ حقيقتي ايه؟ انا لتاني مره بكذب على ابوكي وبسببك، وانا عمري ما كذبت عليه. طب ما انا قلت لك يا ماما قبل كده. وديتي السلسله بتاعتك فين؟ منك كان عليها فلوس. ما تكذبيش. انا ما بكذبش يا ماما. ردي عليا عدل. ما تكذبيش وما تعليش انت كنت بتتكلمي معايا. وديتي السلسله بتاعتك فين؟ طب انت ليه مش مصدقيني؟ عشان كذابه. ناويه تقولي بالذوق ولا اتصل بابوك اجيبه دلوقتي ويتصرف هو معاكي؟ اصلا انا كان في كلمه المذيعات وانا بعت السي في بتاعي. اتكلمي عدل عشان افهم انت بتقولي ايه. كان في قناه طالبه مذيعات وانا بعت السي في بتاعي. وانت عندك سي في اصلا؟ ما اصلا. كملي. والله العظيم يا ماما الصور دي مش بتاعتي، والمصحف متركبه كلها يا ماما. والله العظيم مش انا، والله مش انا يا ماما. يا ماما استني يا ماما. ماما قولي هتعملي ايه والنبي؟ هعمل ايه؟ هكلم ابوكي يشوف المصيبة اللي احنا فيه. والنبي بلاش بابا. هي مين غير ابوكي؟ بلاش بابا والنبي هيموتني. والله مش بتاعتي والمصحف. يا ماما والنبي اتصرفي ازاي بس يا ربي؟ اتصرفي ازاي بس يا ربي؟ معلش يا ماما والنبي والنبي بلاش كله عشان خاطر بس بس. الو شبه الأيام لكن مش هي، أوهم وتقول أحلام حلوة ووردية، اللون بهتان والخوف ألوان، حتى الإنسان ما بقاش إنسان، حوالينا في كل مكان أبطال ونقول عالسجن ده حرية. كل مكان أطفال ونقول عالسجن ده حرية.